النهارده اليوم العالمي للمرأة، كل عام وانتم بخير، نسوان يعني اكيد مش الكل، كل عام ومفيش حد قادر عليكم غير ربنا. مش عارف ليه عملوا لكم يوم للمرأة، ليه يعني؟ ليه؟ قال بقول لك يوم المرأة العالمي، ليه هي ناقصة أصلا؟ على فكرة أنا مش متحيز لنساء يعني، امسك النساء دول عاوزين ضرب ولا بلاش. من شوية في مرة أخرتني عن الشغل، مش مسامحها، وكل عام وانتم مش بخير. علشان مش هيتخصم لي من الراتب للمرأة، لا أنا هتربت من الشغل بسبب المرأة. قال عيد المرأة العالمي، قال أمسك المرأة أديها راس كده، أقلع راسها. على العموم كل عام وكل رجل بخير، مش مرأة.